السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتو طيبين ومن ربنا قريبين، والسنة الجاية ان شاء الله تكونوا عند النبي متجمعين. يلا بسرعة انتو وهي قولوا آمين. النهاردة فرشت بيتي كده بأجواء رمضانية، يا رب تعجبكم. دخلوا الفرحة كده على أهل بيتكم مهما كانت ظروفكم، لو بحاجات وإمكانيات بسيطة هتفرق معاكم في النفسية كتير. حبيت أقول لكم كل سنة وانتو طيبين، ويا رب السنة الجاية كلكم تكونوا عند النبي إن شاء الله متجمعين. يلا بينا بقى داخل الفيديو نشوف أجواء رمضان عندنا عاملة إزاي. هو فعلا رمضان في مصر حاجة تانية. رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله
رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن كله عباد.